ما هو حال المسجد الأقصى هذه الأيام؟ إنه يعيش اعتداءات آثمة وممارسات وحشية وسياسات عنصرية، اعتداءات يهودية تشهدها ساحات المسجد الأقصى، إنها إعلان حرب على هوية المسجد الإسلامية، وهي امتداد لهذا الاغتصاب الظالم الآثم الجائر لفلسطين المحتلة كلها. أمام صمت العالم وعجزه، اعتداءات تحمل المزيد من المعاناة على إخواننا الفلسطينيين عامة وعلى المقدسيين خاصة، وتظهر ما يطمع إليه هؤلاء الصهاينة من تقسيم المسجد. خيب الله مسعاهم وأبطل كيدهم وجعله في نحورهم. لقد اختار هؤلاء الصهاينة هذا التوقيت استغلالا لما تعيشه أمة الإسلام عامة والمنطقة خاصة من تنافر وفرقة وفتن وتناحر وتناحر إرهابي وتناحر من تنافر وفرقة وفتن وتناحر إرهابي وطائفي. معاشر المسلمين، حجج بيت الله، ولكن لعل في هذا الحدث الجلل الذي يتعرض له المسجد الأقصى المبارك ما يوقظ المسلمين، فالأقصى هو الملتقى الذي يلتقي عنده المسلمون بكل مذاهبهم وانتماءاتهم واهتماماتهم، وإن من الواجب المتعين أخذ الدروس والعبر إلى أبعد مدى والاستفادة من أن هذه الفرقة وهذا التناحر لم يستفد منه إلا هذا العدو المشترك. نعم أيها المسلمون، الأقصى المبارك هو الذي يجب أن تنتهي عنده الخلافات، فهو الذي يوحد بين المسلمين عامة والفلسطينية خاصة، ولا يمكن أن يترك إخواننا المقاومون وحدهم، لا يمكن أن يترك إخواننا المقاومون وحدهم أمام هذا العدو المتسلط. إنها قضية أهل الإسلام جميعا، والانتصار لها وتأييدها مسؤولية كل مسلم. معاشر الأحبة، إن الدعوة موجهة لجميع المسلمين وبخاصة أساسة منهم وأصحاب القرار دولا ومنظمات وهيئات، لبذل كل ما يستطيعون من قوة سياسية ومادية ونظامية ودولية. ونقول وبكل ثقة إن إنقاذ المسجد الأقصى ليست مهمة عسيرة إذا صحت النوايا وصدقت العزائم وتوحدت الجهود واستوعبت الدروس. فالمسلمون كلهم يدن على من عداهم، والأمة الحية هي التي تخرج من ظلام الخذلان إلى نور الأمل. إن هذه الأمة حية لا تموت، حية بقوة الله ثم بقوة هذا الدين وامتلاء القلوب بالثقة بالله عز شأنه. والخلاف مع الصهاينة خلاف عقيدة وصراع بين وعد الحق ووعد مفترى، وهذه مسؤولية الجميع شعوبا وحكومات وهيئات ومنظمات. إن نصرة القدس وفلسطين تكون ببروزها حية في القلوب وفي الكتب والكتابات وفي المناهج وفي الإعلام وفي كل السياسات، ثم بتأييد إخواننا المرابطين في بيت المقدس وأكنا في بيت المقدس، فهم في مقاومة شريفة في قوتها وإرادتها وثباتها وتحملها، وسيبقى الرباط والمرابطون بإذن الله وحوله وقوته، والنصر قادم بإذن الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب.